السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. عندنا طرق كتير لتنفيذ أعمال العزل. من الحاجات المهمة اللي أنا لازم أنفذها قبل تنفيذ أي عزل إن أنا لازم أعمل عملية تجهيز للسطح عشان أبدأ أنفذ عليه العزل. بعد عملية تجهيز السطح سيرفيس اوبريشن قبل الدهان أو تنفيذ العزل لازم أكنس السطح بشكل جيد. دي طبقة دهان عبارة عن طبقة غبغايز بنفذها بغلة، واحنا نفذنا قبل كده طبقة غبغايز على الطيبين نفذناها بالكمبروسر، والفيديو موجود على القناة. عندنا أنواع كتير من العزل وعندنا أكتر من طريقة لتنفيذ العزل وبتختلف على حسب المكان. يعني في تنفيذ الأسطح بيكون عندنا نظام كومبو سيستم، وعندنا مجموعة فيديوهات كاملة عن شرح نظام الكومبو سيستم في عزل السطح، وكمان عندنا طريقة الوتر بروف من برين، ودي ممكن نستخدمها في الأساسات أو على السطوح، وعندنا كمان عزل سمنتيشيوز، وده برضه عملنا عليه مجموعة من الفيديوهات، وده بننفذها في المناطق في الحمامات أو في المطابخ أو في البلكونات. كل طريقة بتعتمد على حسب المكان وعلى حسب الاعتماد. عزل غبغايز بيكون في الطيبين وفي الأواعد، طبعا بيكون طبقة أو طبقتين أو بتعتمد حسب الاعتماد على السمك اللي هيتنفذ، المفروض إن أنا أحقق سمك قد إيه. كل ده بيعود للاعتماد بتاع المشروع اللي أنا بنفذ فيه. بعد تنفيذ العزل البوتامين على الطيبين بنفذ الدفان داخل الطيبين. الطيبين اللي عندي هنا ده خاص بمجموعة من المباني اللي هي مسابقة الصنع اللي هي البريكاست. طبعا بقوم بعملية الدفان بالشكل اللي انا شايفه ده، وبنفذ الدفان على طبقات حسب الاعتمادات. بتنفذ توصيلات الصرف الصحي بالشكل ده، وقبل ما نقوم بعملية الدفان في المنطقة دي لازم نعمل بريشر تيست، وان شاء الله هنعمل عليه فيديو. نسأل الله لنا ولكم السداد والتوفيق. اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.